يعني فعلا بكل مناسبة دينية لازم نستذكر بعض المفاهيم الإنسانية اللي بتميزنا عن سائر الكائنات، بعقلنا، بتصرفاتنا، بضميرنا، لأنه يمكن صرنا بزمن كترت فيه الأمور السيئة، كترت فيه التصرفات المنافية للأخلاق والأديان. يعني صار الكذب والنفاق والظلم أمر طبيعي، صار التنمر والنميمة أمر طبيعي، صار إيذاء وقتل الناس أمر طبيعي. لهيك اليوم قد ايه مهم نضل نحن محافظين على انسانيتنا بزحمه هالحياه الصعبه، وقد ايه حلو يا ليلى بهيك مناسبه، بمناسبه مولد عيد النبوي الشريف، انه نعلم اطفالنا تمام. يكونوا على خطى النبي بالصفات الحميده، بالصفات النبيله، لحتى يمكن ننشئ منهم جيل خلوق قادر يميز بين الصح والغلط. تماما هايدي، والذكرى النبويه الشريفه اكيد بيحمل هذه المناسبه او هي الذكرى معه الكثير من القيم الاخلاقيه، لحتى تكون نستسقي منها معالم التربويه لتنشئه الاجيال عليها. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع، بنرحب بالاختصاصيه التربويه راما حمود. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بألف خير. يسعد صباحك دكتوره، كل عام وانتي بألف خير. بدايه يعني خلينا نحكي قد ايه مهم اليوم نحن نستفاد من هيك مناسبات دينيه من الاعياد لحتى نعلم الطفل او نخليه يكتسب قيم تربويه سليمه وصحيحه. هلا بدايه اول شيء لحتى اعرف شو هي القيم التربويه او شو مفهوم القيم التربويه، لانه انا بدي اعرف شو هي القيم لحتى اقدر انا اعلمها لطفلي. هلا القيم التربويه ان كانت اخلاقيه او كانت ايمانيه، بما انه نحن اليوم بذكرى عيد المولد النبوي الشريف، كل عام وانتم بألف خير. بألف خير يا رب. اول شيء القيم هي مجموعه معايير، انا من خلال هي المعايير بقدر اضبط السلوكيات عند هذا الطفل او عند هذا الإنسان بشكل عام. هي السلوكيات اللي هي بالأصل بتنظم تفاعلاته الاجتماعية مع محيطه، فأنا كتير مهم أني أعرف هذا المعنى لحتى أعرف كيف بلش نمي هي القيم عند الطفل. طبعا أنا وقت قلت قيم تربوية إن كانت أخلاقية أو إيمانية، أنا بيهمني المعنى الشامل إلي اللي هو التربوي. يعني ممكن تقولي لي شو هي القيم، يعني مثلا ممكن أنا أعلمه الرحمة، لانه هلا نحن باي عيد، انا ما عم بحكي فقط على عيد المولد النبوي الشريف، اي عيد، حتى الاعياد النبويه للديانات، الاعياد الدينيه للديانات الاخرى، كمان بقدر اعلمه هي القيم، لانه بالنهايه الحياه تشاركيه. القيم وحده بالنهايه. قيم وحده، هلا كل الانبياء وكل المرسلين دعوا لمكارم الاخلاق. اكيد. حدا دعا لشيء والثاني تمم هي المكارم، فانا كثير مهم وصل هي الافكار للطفل لحتى يبتعد حتى عن فكره التنمر اللي حكيتي عنها. تماما. فكره التفرقه او مين افضل من مين، مين اعلى من مين، يعني هي القيم انا اللي بدي اكسبها لطفلي بهيك مناسبات دينيه. تمام. فهذا الجو هو مثل مدرسه تربويه متكاملة بقول عنها أنا هي الأعياد، بشوف منها شو اللي ممكن أنا أعلمه لطفلي. أنا ما بيهمني العيد بقدر ما بيهمني أكسب الطفل هي تمام. القيم. نحن عم نحكي كتربويين طبعا، يعني أنا كمدرسة، كنطاق مدرسة أو كنطاق أم داخل المنزل. فللحقيقة أي عيد ديني ممكن أنا أنظر له على أنه مدرسة تربوية متكاملة، استقي منه هي القيم وعلمها لأطفالي. قديش مهم أنه نذكر دائما أطفال قالنا بهي الشواهد، شواهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قديش كتير مهمة بحياتنا اليومية، مو بس تكون بمناسبة محددة، دائما نذكر أطفالنا بهي الشواهد سواء بالمدرسة أو بالبيت. للحقيقة كتير مهم، حتى أي تصرف ممكن يقوم فيه الطفل، فأنا ممكن استشهد بآية أو بحديث أو بموقف من مواقف السيرة النبوية، وأنا أعطي هذا الطفل هي القيمة. مثلا لنفترض لنحكي عن قيمة الأمانة، مشان ما نحكي بعموميات، خلينا نخصص. لنفترض قيمة الأمانة، أنا كيف بدي أعلمه للطفل قيمة الأمانة؟ الرسول قبل الهجرة أمر علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه يرجع الأمانات لأهلها. مين أهلها؟ أهلها هنن أهل قريش، يلي هنن بعدهم ما كانوا مؤمنين. فحتى المفهوم، هلأ أنا ما بيهمني الموقف بقدر ما بيهمني أنا أخذ المعنى أنه أنا عم بعامل الإنسان على أنه إنسان بغض النظر عن ديانته.
يعني هي الفكرة اللي أنا بدي أغرسها بطفلي، إنه أنا بعامل كإنسان مو كهو شو بيتبع. فهي كمان أنا بشتغل عليها مع طفلي، هو أدى الأمانات لكن بغض النظر عن الديانة، يعني عاملهم كبشر. فأنا بيهمني أشتغل على موضوع هي الصفات أو هي المواقف اللي هي منيحة وأكسبها لطفلي، وأخذ اللي وراها كمان، يعني مو بس قيم تربوية لا، وقيم أخلاقية كمان. بس نوضح يمكن الطرق، كيف ممكن الطريقة اللي ممكن يتبعوها الأهالي اليوم لحتى أطفالهم يكتسبوا هي القيم. هلأ بما أنه نحن بنعرف أنه الأسرة هي البيئة الحاضنة للطفل، فأنا هي البيئة الحاضنة الأولى للطفل، فأنا أول بيئة بعول عليها هي الأسرة وبعدين المدرسة. أهم طريقة إن كان هون أو هون هي التعليم بالقدوة، يعني أنا أكون قدوته لطفلي، شو ما أتصرف أنا بعد هذا التصرف بعطيه القيمة التربوية، لأنه أحياناً الطفل ما بيعرف أنت ليش طلبتي منه أنه يرجع. لنفترض شفتي ورقة معه، هي الورقة أو هذا الدفتر مو له، ليش لا يرجع على رفيقه؟ أنا بدي علمه أنه هي هذا الغرض أو هذا الشيء اللي أنا لقيته معك هو بالأساس في له صاحب. فأنا بدي أدي هي الأمانة لأهله. ليه؟ لأنه هي مو من حقي أنا أخذها. الطفل بيحب تعللي له ليش، بيحب توضحي له، لأنه ما بيقتنع بسهولة، بيحب يشوف أهله كيف عم يساوي لحتى يخطو. لهيك قلت أنا التعليم بالقدوة. هلأ ممكن نستغل هذا العيد لأنه نحكي مواقف مثل الموقف اللي حكينا، ونعلم كمان الطفل بالقدوة. نحن الاحتفالات اللي بتصير بالمدارس بهي الأعياد هي بتعلم الطفل من خلال مواقف حياتي صارت بالسيرة النبوية الشريفة مجموعة من القيم. فكانت طريقة التعليم بالقدوة هي الطريقة الفعالة بهي الأعياد بالذات. يعني تمام، قديش مهم هذا الشيء، يعني نحن بحاجة لهي القيم والمعاني الروحية. نحن بهذا الوقت اللي نحن فيه أو مجتمع صارت بتجتاحه المادة والصراعات، حتى انتشرت العادات الغربية يعني أو الغريبة تماما. خلينا نقول اللي تدعي لتفكك الأسرة والمجتمع، قديش نحن بحاجة لهي القيم. هي القيم للصراحة نحن بحاجتها كتير بهذا الوضع، خاصة مع النت ووسائل التواصل الاجتماعي، صار أكثر من مصدر هو عم بيربي أو عم بيشارك بتربية الطفل. فأنا كتير مهم أني خصص وقت من وقتي بنهاري الكامل لحتى أقعد مع طفلي، أعرف شو المواقف اللي تعرض لها، أعطيه الأفكار اللي يفترض أنا دعم من خلال القيم اللي أنا بحتاجها. حاول حتى لو أخطأ هذا الطفل، حاول استوعب الموقف لأنه علمه الصح. أنا ما بيهمني هلأ هو الطفل رح يخطئ، رح يخطئ إجباري، لأنه هي الحياة تجارب، ما بيتعلم غير من التجربة اللي صارت معه. فأنا بستغل الموقف الخاطئ لحتى أعلمه شو هو الصح. أهمية هالقيم أو أهمية الحديث بهي القيم هي خلق جيل بيتصرف تصرفات سلوكية وبيتفاعل إيجابياً مع محيطه، مع مجتمعه. حتى في كتير فكرة أنا يفترض النوه عليها هي اختلاف الأديان. تمام، هون بدنا نسألك دكتورة راما، يعني مثل ما ذكرتي في اختلاف بالديانات اليوم بالمدارس بين الأطفال، وبتلاقي الطفل اليوم فضولي، يعني بده يعرف، بده يسأل، فشو التصرف الصحيح اليوم يلي ممكن نحن نتبعه كأهالي أو كمدرسين بالمدرسة؟ هلا بداية نحن بدنا نشرح له إنه كل الديانات السماوية هي ديانات واحدة تدعو لعبادة الله، فما في فرق. لكن الفرق إنه إجا النبي عيسى أعطى مفهوم أو قيم معينة، تمم هي القيم سيدنا محمد. ما بتصدقي قديش الأطفال قادرين على التشارك بهي الأعياد، يعني هو قادر على أنه يعايد زميله إن كان من غير ديانة باحتفاله بهي المناسبات. الأهم أنا من هذا الشيء أني فعل طريقة المشاركة. نحن مبارح بالمدارس احتفلنا بعيد المولد النبوي، فما بتصدقي قدي كان في أطفال من الديانة المسيحية أحضروا علب الملبس وشاركوا بهي الاحتفالية من باب المشاركة، لأنه أنا بيهمني موضوع فعل المشاركة الاجتماعية لحتى أخلق كمان جيل متماسك، جيل بيحترم الآخر. يعني أنا ما
شوفي أنا كتربوية ما بيهمني مفهوم الأمانة والصدق والهي قد ما بيهمني مفهوم التفاعلات اللي بتصير مع الزملاء داخل غرفة الصف. الصدق والأمانة والإحسان بيتعلمها من مواقف الحياة، لكن إذا ما قدر يتقبل رفيقه داخل الغرفة الصفية اللي هي تاني بيئة عم يتفاعل مع هذا الطفل، فهو رح يطلع للمجتمع وهو متمسك بقيم معينة صحيح. ما بيقدر يتقبل الطرف الآخر. شفت كتير نماذج من هدول الأطفال تماما. نتيجة التربية الخاطئة أو نتيجة عدم الاهتمام لهدول الفئة من الأطفال. قديه مهم ذكرتي من شوي انه الصدق والامانه ممكن يتعلم من مواقف الحياه، لكن هالشيء مو دائما، لكن قديش مهم انه هذا الشيء دائما يكون تحفيز عند اطفالنا. كيف انه قديش لها فوائد هي المناسبات، خلينا نقول بالتحديد، لنذكر ونعلم اطفالنا دائما على الصدق والامانه لانهم اهم شيء بالحياه. للصراحه نحن بعيد المولد النبوي الشريف بناخذ الصفات اللي تكنى فيها الرسول اللي هي الصادق الامين، فأنا من هذا الباب بعلم الطفل أنه الرسول كان صادق ما بيكذب، الرسول كان أمين بيرد الأمانات لأهلها. بدي أوضح له أنه مفهوم الأمانة مو مفهوم واحد أنه هي أغراض ورجعناها لصاحبها، لا، هي حتى أني حافظ على جسدي كمان لأنه هو أمانة عندي. يعني شايفة هي القيم، نحن للأسف بعدنا بنفهم مفهوم الأمانة والصدق بمفهوم واحد. بدي وسع المفاهيم، وسع فهمي لهي المفاهيم، حفاظ على الأعضاء، ممكن حتى أداء الفرائض كمان هي من الأمانات الموجودة عنا واللي يفترض نحافظ عليها. يعني نوسع مفهوم الصدق والأمانة لحتى يشمل كل جوانب الحياة، كل التصرفات اللي أنا بتصرفها بحياتي اليومية. ومثل ما قلنا، كل ما أنا كنت قدوة للطفل، إن كنت معلمة أو أم، كل ما كان الطفل أقدر على امتلاك هي المهارات أو هي الصفات. تمام، خلينا نعطي بالختام نصائح تربوية لكل الأهالي اللي عم يتابعونا اليوم لحتى يعلموا أطفالهم يكتسبوا هي القيم النبيلة بحياتهم بشكل عام. خلينا نكون قدوة حسنة لأولادنا، خلينا نحن نتحلى بهي الصفات ليقدر الطفل ياخذها منا. ما نضغط على الطفل كتير لحتى يكتسب هي القيم، لأنه بالنهاية التجارب الحياتية والمواقف هي رح تعلمه هي القيم وهي الصفات. لكن أنا قدر الإمكان في حال شفت موقف خاطئ ما عنف الطفل أو وبخه، لأنه بالنهاية مثل ما قلنا الطفل رح يجرب رح يخطئ لحتى يتعلم. فأنا كل ما كنت متقبلة لهي الأخطاء كل ما قدرت تساعد مع الطفل لحتى يكتسب الشيء اللي أنا بدي إياه. كمان خليه يشارك بالاحتفالات، ما أمنعه من الاحتفال بأعياد الغير، لأنه هذا بيعزز مفهوم التشاركية المجتمعية واحترام وتقبل الآخر، وهذا الضروري صار بمجتمعنا. وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. بألف خير يا رب. شكرا لك الاختصاصية التربوية راما حمود لوجودك معنا لليوم، وكل عام وأنت بألف خير. وأنتم شكرا كثير لك، وكل عام وأنت بألف خير.